السلام عليكم. جدال عبد المولى، متعاون مكتب الشارع الفسطاط. احنا اليوم كنتواجدوا بشارع المحيط ما بين حي الغدير وحي السعاده. العمل ديالنا اليوم جاء بالتنسيق ما بين العماله والقطب الصناعي القنتور من خلال مديريات الانتاج، مديريات المسؤوليه الاجتماعاتيه، وكذلك مديريه الشؤون العامه. احنا اليوم هنايا كنحاولوا التنقيه ديال الكانال ديال قناه ديال واد كاشكاط، وكذلك ازاله بعض المسالك اللي كانت صغيره وكتدخل المياه لحي الغدير وحي الفيلاج، وكانوا كيتضروا بزاف هنا، بزاف الدكاكين هنايا وبزاف المنازل. حنا اليوم كنحاولوا نديروا واحد التنقيه ونديروا واحد تصحيح مسار لهذا الواد باش يكون غادي مزيان، على الاقل يكون غادي مزيان وما يكونش ضرر من هنا من بعد ان شاء الله. وكنتمنوا هذا الواد ان شاء الله ما يكونش عنده ضرر من القدام ان شاء الله. انا راني كنشكر المدير ديال لوسيبي والناس المسؤولين، سعاده الباشا، سعاده العميل. هاد الناس مسؤولين ردوا لينا الالتفات لهاد الواد مال بكيجي كيكرفسنا، والعام الاول كرفسني انا وولادي فراسي وكل شيء مشى، ما كاين كاع اللي جا عندي ولا قال لي لا طاف لا طرق. علاش؟ ماشي احنا من السكان، ماشي من المواطنين. لكن دابا العام مازال الواد ما ضرتوش؟ لا هاد العام ما ضريناش، كان شويه بعدا محفور الواد، ملي جا بقى محفور، ملي جا زاد العام وخا جا شويه في الشانطي ما وصلش عندنا. ودابا راه حنا كنشكرو المسؤولين كاملين، كنشكروهم على هاد الالتفات اللي داروا لينا وردوا لينا البال. لا يقدر يجي اكثر من هذا، راه يقدر يجي اكثر من هذا. وحنا اش قال كمواطنين بغينا، اش قال سيدنا يشوف فينا، سيدنا بغينا يجي لهاد البلاد ويشوفنا كيفاش دايرين. وهادشي اللي كنقولوا صافي، ونشكروا الناس المسؤولين اللي كيتابعوا هادشي وسهروا عليه. احنا رحنا من الناس اللي كنضروا في هذا الوقت، والله يحفظهم لينا وصافي. السلام عليكم اصحاب الساكنه. احنا حاج السعاده تخلعينا سيدي الواد، تكرفصنا، خلينا ما درنا في هذا الواد، تكرفص خلينا حتى ديورنا. الله يجازي الناس بخير، الله يجازي الناس بخير. اصحاب الوصيفي الله يجازيهم بخير، راهم وصابوا لنا الواد، قادوا لنا الواد، حفروا لنا الواد. الله يجازي الناس، الله يجازي الباشا، الله يجازي العامل سيد العامل، الله يجازي الناس المسؤولين، الله يجازي هاد الحاج اللي واقف هنا مع هاد الديناف اللي تتحفر هنا، راه مكرفص، راه تكرفص معانا مسكين، راه واقف، راه هو اللي دار لنا هاد الخدمة مزيانة، وراه هو اللي خدم هاد الواد، وراه الواد غادي بخير وعلى خير، وراه تكرفصنا في هاد العام، داك العام تكرفصنا وهاد العام مكرفصين، وراه الله يجازيكم بخير، راه هادشي اللي كاين، راه كلشي مزيان، الحمد لله، راه كلشي دايز بخير وعلى خير، راه الواد غادي بخير وعلى خير، راه الناس واقفين. اصحاب الوصيبي واقفين وليل ونهار، راهم خدامين، خدامين مساكن، راهم خدامين. الله. السلام عليكم. حنا سكان حي السعاده شارع الاهرام، كنضروا من هذا الواد اللي كيجينا على بغته، وكنحيوا الناس اللي داروا هذه العمليه ديال التوسيعه وهذه، وكنطالبوا من المسؤولين باش يبقى ديما بحال هكا باش ما نضروش، لان حنا كنضروا. وكنشكروا المسؤولين والناس اللي سهروا على هذه العمليه ديال التوسيعه، الله يجازيهم بخير. حتى حنا كنضروا من هاد الواد.